انطلاقا من توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه لفئة الناشئة والشباب وتثقيفهم للعمل السياسي والديمقراطي والبرلماني، دشن مجلس النواب برنامج الثقافة البرلمانية. وحول هذا الموضوع أكد النائب محمد عيسى العباسي في نشرة سابقة أن مجلس النواب يولي اهتماما كبيرا لنقل الثقافة البرلمانية لفئة الشباب. طبعا مجلس النواب من الدور الأول كان يعني واظب على موضوع الثقافة البرلمانية بالنسبة لفئة الشباب من خلال الزيارات، من خلال حضور الجلسات، من خلال عمل اللجان ومتابعة أعمال اللجان لدى الشباب خصوصا خلال فترة الصيف. طبعا يعني مع الأسف احنا جانا من العام الماضي اللي هو الكورونا، ويمكن تسبب بأن انتقل الأمر إلى استخدام التكنولوجيا والعمل عن بعد. ايضا جاءت هذه المبادره بذات طريقه. العام الماضي كانت تبلورت بجلسه خاصه للشباب، وقمت ايضا في التلفزيون مشكورا بتغطيتها. كانت جلسه افتراضيه كامله، حضر الشباب في المجلس وقدموا اقتراحات برغبه واقتراحات بقوانين، وكان ايضا الحكومه مشاركه فيها، فاستطعنا ان ننقل هذه التجربه بشكل كامل لهم. في هذا العام راح تستخدم تقنيه اكثر بسبب يعني التباعد اللي من المفترض ان يكون موجود، وكنا اصر المجلس التوجيهات من معالي الرئيسه ان يستمر هذا البرنامج بشكل سنوي حتى ننقل هذه المعرفه لجيل الشباب القادم ان شاء الله بمنجزاته في المستقبل ان شاء الله.